السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عجبت لكم بوصفة جديدة بعد رمضان. العيد ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والسلام إن شاء الله يا رب على الجميع. بعمل لكم وصفة معجنات كتير ظريفة وطيبة. الوصفة أنا تعلمتها هون، قلت لكم إني اشتغلت محل معجنات، تعلمتها بالمحل اسمه كانيل بولر، يعني بالعربي كرات القرفة، بالإنجليزي اسمها سينمون بام، يعني بنفس المعنى كله، بمعنى كرات القرفة نفس المعنى. رح نبدأ بالمقادير مع بعضنا. بدي نص كيلو طحين، بدي معهم 125 جرام زبدة، ومعلقة شاي هي المطحون، وبدي نص كاسة سكر وكاسة حليب، ومثل هذا الباكيت اللي بيجي 50 جرام خميري، أنا أخذت منه نصه 25 جرام بالضبط خميري، ورشة ملح. هاد للعجينة. وعندي للحشوة هون 75 جرام زبدة، وبدهم كوب مقاس سكر، كوب المقاس تقريبا بيجي اقل من نص الكاسه العاديه سكر. بدي لهم معلقتين ونص شاي قرفي مطحونه، وانتو اذا بتحبوا القرفي طعمته اكسترا خلوهم 3 معالق، ما في اي مشكله. رح ابدا اجهز الحشوه اللي انا بدي اعملها. رح احط اول معلقه قرفي، قرفي مطحونه كتير طيبه على فكره، هاي يعني عن جد اذا بتجربوها رح تدعوا لي عليها. اثنين، انا هون حطيت 3 قرفي، ورح احط هذا كوب المقاس سكر، اخلطها مزبوط ببعضها. شايفين كيف بنخلط السكر والقرفي والزبده ليصيروا هيك بشكل كريمي مع بعضه؟ اهم شيء انهم يخلطوا مزبوط، ما يضل فيه تكتلات سكر او قرفي على جنب او الزبدة رايحة على جنب، لا بدها تنخلط كتير منيح ببعضها، نخلطها ببعضها لتصير كريمية تماما. شوفوا كيف صارت، انا حطيت لها 4 معالق قرفي. اول شيء بدنا نحط كمية الحليب، يكون الحليب دافي شوي، ونفرط الخميرة فوق منيح ببعضهم، نحط السكر نص كوب من هذا الكوب سكر، ملعقة شاي، هاي الشاي يعني السكر، ملعقة صغيرة اللي بنحط سكر للشاي هي المطحون، بدخلهم فوق السكر والحليب والخميرة. هلا بدي احط نص كمية الطحين الموجودة عندي. هدول نص الطحينات، انا بتمنى انكم تتبعوا هاي الوصفة لانه يفضل ما ينحط كله، لانه هلا بس حطينا الزبده فوقه ممكن نكتفي، ممكن نحتاج شوي تاني طحين مشان ما تضطروا تحطوا زبده كتير او ترجعوا تحطوا سوائل تاني. دائما متعودين احنا بوصفاتنا لازم ننخل اشياء ناعمه. كميه الزبده فوق الطحين، وهلا بنعجنهم مع بعضهم. هلا بنبدا بنعجنهم مع بعضهم. انا هون عجنت شوي العجينه بحاجة لطحين، رح برجع بصير بنخل كل معلقتين سوا، ورح حط الملح هلا فوق الطحين، رشة ملح مثل ما قلت لكم، معلقتين طحين اكسترا حطيت فوقهم ورشة ملح. بنعجن شوفوا العجينة كيف صارت، يعني هيك بدي اياها. هذا الطحين اللي ضل، ليش انا قلت لكم تحطوا السوائل او تحطوا المواد وتحطوا الطحين بعدين بالتدريج؟ لانه مرات الطحين بيطلع بيجي معكم بغب كتير سوائل، فما بدي تنضرب معكم العجينه. تخيلوا انا ضلت عندي، مع انه العيار هي بدها نص كيلو، بس لانه الطحين عندي غب سوائل اكثر من المرات الماضي، ضل عندي تقريبا بما يعادل معلقه او نص طحين. لكن انا هدول بدي اشتغل فيهم، بدي ارشهم هون عندي على الطاوله واشتغل فيهم. هلا بدي شكل العجينه على شكل مربع تقريبا، يعني مو مربع، مستطيل نوعا ما. بعد ما رقيت العجينه بهذا الشكل، شوفوا كيف صارت، شوفوا كيف السماكي هيك سماكتها، بدي اعملها كلها. هلا ببدا بدهنها بالخليط اللي انا عملته، اللي هو الزبده والسكر والقرفه، بدهنها مزبوط. مثل ما قلت لكم هي هاي الوصفة كلها عبارة عن قرفي، يعني هون اسمها كانيل بولر، كانيل بالعربي يعني قرفي، بولر يعني دوائر، يعني كرات بمعنى كرات القرفي.
فبدهنها هلا كلها كتير طيبة. هاي الوصفة كنا نعملها بالمحل اللي كنت اشتغل فيه، محل المعجنات، كان الشغل فيه رائع لاني انا كتير بحب هذا الشغل. بنقلبها بنتنيها بهذا الشكل هيك، نطبقها مع بعضها ما بيأثر، نرجع بنرقها شوي. لانه نحن هذا الشغل بنشتغله وبعدين بدنا نتركها تتخمر بقلب الصواني. بعمل هاي اللي بنرق فيها العجين، بعملها مثل المسطرة مشان قص هدول اصابع، شايفين كيف؟ بهذا الشكل بعملها. كنا هنيك نعملها على الميزان طبعا مشان تكون كل قطعة قد التاني، لكن انا هون عم حاول قدر الامكان اني اتساوى فيه، بقصهم ساويهم. فهلا رح فرجيكم كيف بلفها بهيكي، بنلفها كاملة، نعملها هيك، نرجع بنلف عليها كمان، بنلفها هيك، ندخلها هاي، بتصير عنا حبة كانيل. فرجيكم مرة تانية، بنلفها هيك، بعدين بكمشة هيك، تلفوها هيك على بعضها، ترجعوا تعملوا لها هيك. ارجع اعمل قدامكم كمان، تلفوها بهذا الشكل، رح اعملها بكل بطء هيك، تمام، تلفوا هيك، ترجعوا هيك، تدخلوها بحيث انها تصير بهذا الشكل. وهلا بعد ما حضرتهم غطيتهم وبتركهم يتخمروا على راحتهم، ممكن ياخذوا ساعة لساعة ونص تخمير، بتركهم هيك براحتهم بين ما ضبضب شو عملت، خربت المطبخ ونضبضب وبعدين بنرجع ان شاء الله من شوية مع بعض. وهون تركناها تتخمر ساعتين، شوفوا كيف صارت معنا ما شاء الله. وانا هون عندي بيضة حاطة فيها رشة ملح وتقريبا نقطتين ثلاثة خل ودمعة مي، بخلطة كتير منيح مشان ادهن فيها وجه الكانيل. وبندهنهم بالبيض لانه البيض بيعطيهم لون كتير حلو. نحاول تكون ايدنا خفيفة اليوم مشان ما نأذيهم بعد ما تخمروا ونطالع الهواء اللي بقلبهم، ما بدنا نطالعه نحنا. عندي انا هون حبيبات السكر، اذا حبيتوا هيك كتزيين فوق البيض وقت تدهنون بالبيض حطوا هيك. نحنا ما كتير الاولاد بفضلوا، بس حبيت فرجيكم مشان اذا حبيتوا تزينوا بهاي الطريقة. هيك كنا نعملوه بالمحل، يعني هيك بيتقدم بالمحلات بهذا الشكل. انا ما رح كتر اكتر من هيك لانه الاولاد ما بحبوا يعني حبيبات السكر. لا بنحطها بفرن على درجة حرارة 200 إلي تقريبا شي 10 دقائق، معلقته من فوق من تحت، بنحطها بوسط الفرن 15 دقيقة. نطالع صينيتنا الجريفة يا عين، ريحة القرفة معباية البيت. لا وهني هيك سخنين، هيك بنعطيهم دهنة خفيفة بقطر، هذا القطر بيعطيهم هيك بحافظ عليهم لمدة أطول طرايا وبيعطيهم لمعة كتير حلوة بهذا الشكل. تابع بكل القطع يا عين، الريحة هاي ما بتتقاوم أبدا على فكرة، مواد بسيطة موجودة بكل بيت بتعملوا هاي الأكل الظريفة وتعجب الأولاد وتعجب الكبار، طيبة مع القهوة وضيافة كتير مرتبة. وأنا عاملة القطر بالقناة إن شاء الله، بحط لكم الرابط بصندوق الوصف إذا حبيتوا تشوفوه. عاملة كتير أنواع معجنات كمان، تدخلوا على القناة، وإذا عم تشوفونا لسه ما حطيتوا لايك أتمنى تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة وتعملوا مشاركة للأهل والأصدقاء لنوصل لأكبر عدد ممكن. أفرجيكم وحدة كيف تكون قلبة، شوفوا كيف شوية من تحت، يعني عن جد التصوير بيظلم هيك وصفات. شوفوا قلبة
عن جد مثل الصمون، كل قلبه كتير كتير بتشهي القلب. شوفوا واو بتشهي ان شاء الله، والطعمة رهيبة. وهيك كانت نتيجة وصفتنا اليوم، كرات القرفي كتير كتير ظريفة، مثل ما قلت لكم مكوناتها موجودة بكل بيت، وكتير طيبة مع فنجان القهوة. اللي بحب القهوة وبحب نكهة القرفي والهيل كتير طيبة. عاد وصفاتي ما بتعرفوها جربوها، ان شاء الله يا رب جربوها تنال اعجابكم. نال الدعاء نحن والاهل بالرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.